فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الوقت المختار بين الأذان الأول والثاني للجمعة، حيث إن بعضهم يجعله 10 دقائق فقط وبعضهم ساعة أو أكثر، فهل هناك وقت محدد مختار؟ أي نعم، يكون بينهم فاصل، أما أنه يذن الأول ثم يصلون يقومون يصلون ركعتين ثم يذن التالي، لا، هذا ما في فائدة. الأول صار ما في فائدة، مثل ما يوجد في الحرمين، هذا ما له فائدة. الأذان الأول لازم يقدم على الأقل نصف ساعة، على الأقل بنصف ساعة، بحيث يتهيأ الناس ويجون من بعيد. نعم، أما من حين يخلص الأذان الأول يبدأ الأذان الثاني، هذا ما يصبح الأذان الأول ما له قيمة ولا له فائدة. وما هكذا فعل عثمان رضي الله عنه. نعم.